كف تجود وخافق يتبسم، وشذاك لحن بالعطايا ترنم، لاح الهلال وأذنت أرواحنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صدقة سقي الماء، المقايد بالسيراميك، مشروع الحياة صدقة جارية، عن روح إسماعيل السلام أبو صالح، وعن روح صالح إسماعيل السلام أبو إسماعيل. اللهم تقبل هذا البير من طرف صاحبه، اللهم اجعله في ميزان حسناته، اللهم اجعله نجاة من النار، اللهم انزل عليه نورا من نوره، اللهم انزل عليه نورا من نوره، اللهم تقبل تبرعاته وصدقاته، اللهم اسكن جميعا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم تقبل يا رب العالمين.